بذكريات اساطير الاهلي على مر التاريخ من طه اسماعيل وصالح سليم لبيب وطاهر ابو زيد ومتعب وبركات وغالي لحد معلول وقفشه وكهربا. حقيقه واحده ما بتتغيرش، الاهلي دايما فوق في العلالي رقم واحد كبير القاره. قدامه حلم وتحدي جديد، قدامه الوداد في نهائي القاره، والثقه في الاهلي ملهاش حدود انه ان شاء الله يحط بطوله جديده في دولابه المليان. عايزين 11 راجل في الملعب بيلعبوا بقلب وحماس بروح اللي سبقوهم بروح الفانيلا الحمراء، وفي المدرجات صوت بيهز جبال يسند ويحمس اللاعبين ويرهب المنافس. كلها كام ساعة ونفرح مع الأهلي كما جرت العادة إن شاء الله.